أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكاي وحديث عراقي. قبل أيام قليلة أعلنت وزارة التخطيط الحالية يعني عن أن نسبة الفقر في العراق قد ارتفعت. كيف ارتفعت؟ قالت أن نسبة الفقر في العراق قد وصلت 27% بعد أن كانت 26%. طبعا النسبة القديمة اللي هي 26% والنسبة الجديدة 27% هي نسب غير صحيحة وغير حقيقية. وزارة التخطيط تتحدث بلسان سياسي، تحاول هي والحكومات كلها، كل هذه الحكومات التي جاءت من عام 2003 لحد الآن، وبضمنهم هذه الحكومة وكل قوى العملية السياسية من أحزاب وقوى وميليشيات وشخصيات، كلهم يحاولون التغطية على الكارثة التي حلت بالعراق، كارثة كبيرة، كارثة الفقر. هذه الكارثة التي تأكل في أعمار العراقيين وفي حياتهم وفي كل شيء يمتلكون، حتى تأكل من كرامتهم مع الأسف الشديد. يعني تتناسى وزارة التخطيط أنه واحد من تقارير البنك الدولي خلال هذه الفترة وبعد جائحة كورونا تحدثت، واحد من التقارير القريبة للبنك الدولي تحدثت أن جائحة كورونا قد أدت إلى إضافة عدد 3 مليون نسمة من العراقيين إلى أعداد الذين هم تحت خط الفقر. يعني أضيفت 3 ملايين عراقي تحت خط الفقر إلى الأعداد التي كانت سابقا تحت خط الفقر. ولما كانت الأعداد السابقة تحت خط الفقر باعتراف وزارة التخطيط نفسها أكثر من 13 أو 12 مليون مواطن عراقي، فإن عدد الذين تحت خط الفقر يتجاوز الـ 15 مليون نسمة. ولما كانت وزارة التخطيط وغيرها والاقتصاديين في العراق يحددون أنه خط الفقر بمعنى أنه المواطن دخله الشهري لا يزيد عن 60,000 دينار عراقي، حوالي 35,000 دولار، هذا تحت خط الفقر، هذا الفقر المدقع. احنا لدينا 15 مليون عراقي بالفقر المدقع، لدينا فوق ذلك حوالي 10 ملايين او اكثر من 10 ملايين فقير، فبالتالي لدينا اكثر من 25 مليون فقير عراقي. في عدد نفوس العراق 40 مليون، كم النسبة؟ النسبة تتجاوز 50%. لذلك أقول أن أرقام وزارة التخطيط غير حقيقية، وكل الذين يعني يتابعون هذا الموضوع، كل المهتمين، كل الاختصاصين في الاقتصاد والحسابات يعرفون أن هذه الأرقام مزيفة وهذه أرقام مسيسة، ليس إلا للتغطية على الكارثة، لكي لا يقولوا أن الفقر في العراق قد وصل إلى هذا الحال. في بلد يصدر 3 ملايين برميل من النفط، سعر برميل النفط الآن قد وصل بين 60 إلى 67 دولار. بدد خلال 18 سنة أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار. التريليون 1,000 مليار دولار. يعني 1500 مليار دولار بددها بمشاريع وهمية وكذب وادعاءات وسرقات وتهريب. وبالتالي العراق من خراب إلى خراب. وجاءت وإضافة إلى هذا وزارة التخطيط تنسى أو تتجاهل، لا تنسى، تعرف كل جيدا، تتجاهل أنه سعر صرف الدولار عندما تغير قد أدى إلى تضخم، ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة الفقر. واقع اقتصادي، هذه معادلات رياضية كل العالم تعرفها، يؤدي إلى زيادة الفقر. فبالتالي المواطن غير قادر أن يدفع، لا يعني لا يشتري السلع من المواد التي يحتاجها، مواد غذائية، مواد تعين على الحياة، غير قادر على شرائها، أسعارها ارتفعت بالأضعاف. العراق لا يمتلك قدرة على الرقابة لأنه ما عنده رقابة، ميليشيات تتحكم، ومن يتحكم بالسوق العراقي ومن هي القوى التي تتحكم بالسوق العراقي؟ لا أحد يعرف.
وبالتالي ضايعة هذه القضية، ولا أحد يستطيع أن يدخل في هذه، وهذه لها يعني ميليشيات تمتلك أرصفة بالمواني، وتمتلك منافذ حدودية، وتمتلك أسواق، وتمتلك تجارات وشركات. مصيبة كبيرة، وتمتلك طائرات وأساطيل للطيران وأساطيل للنقل. هذه كارثة كبيرة، فبالتالي لا أحد يستطيع أن يتعرض لهم. هم يستعرضون في وسط بغداد، لا أحد يقول لهم لماذا استعرضتوا. ولدينا 17 جهاز، هذه 14 ما ادري 17 جهاز امني، ولدينا مليونين شرطي وجندي وقوى امنيه، وبالتالي الميليشيات تسرح وتمرح كما تريد، وتقتل وتغتال وتعتقل من تريد، ولديها سجون سريه خاصه بها، ولديها مزارعها، ولديها قدراتها الاقتصاديه، ولديها كل شيء، ولا احد يستطيع ان يتحدث معها. فكيف الحال مع السوق؟ فلذلك تضخم زاد، الأسعار زادت، زاد أعداد الفقراء، بالتالي أعداد الفقراء يعني في كارثة، كارثة كبيرة. العراق الآن يعني يقارن أهل العراق يقارنون يقولون 13 سنة نحن تحت الإصرار. هذا ليس دفاعا عن نظام سابق، وليس هذا الحديث حديث واقع، حديث وصف لما كان يحدث. 13 سنة تحت الحصار، نعم كنا نعاني من فقر، نعاني من حاجة، لكن لم يصل حال الفقر في العراق إلى هذه الدرجة. لم يصل العراق إلى أكثر من 15 مليون عراقي يأكلون من المزابل. هذا لم يصله العراق في يوم من الأيام. كانت بطاقة تموينية، وكان كذا وكان كذا، هذه كلها موجودة الآن يتحسفون عليها. والمصيبة أن العراق ينظر إلى الخلف، عكس كل الشعوب الذين يتطلعون إلى الإمام إلى الأمام، هو ينظر إلى الخلف، يتحسر على الماضي، وهذه كارثة كبيرة. فبالتالي العراق الآن يعني في كارثة حقيقية. الفقر فيه يصل إلى هذا المستوى في بلد هذا الغنى، هذه الرواتب يعني أكثر من 5 ملايين موظف لديهم، الرواتب لا توفر إلا بالقروض والاستدانة من هنا وهناك، والأموال تذهب إلى الفساد. يتحدثون عن لجان شكلت لمكافحة الفساد والخراب. كارثة كبيرة حلت بالعراق، المسؤول عنها الأول والأخير. عندما نقول لا نتهم أحد، هذا واقع الحال، هي الحكومات التي تدير العراق، التي تحكم العراق، السلطة السياسية، العملية السياسية، وأحزابها وقواها، هؤلاء الذين يدفعون الناس ويدعون إلى الانتخابات، عليهم أن يخجلوا من هذا الوضع المزري الذي وصل إليه العراق. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.